الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير حلم ورؤية حمل الخروف على الظهر في المنام للإمام ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. حمل الكبش على الظهر في المنام دليل على حمل الرأي لأمانة شخص صالح وأمين، كما تدل رؤية حمل الكبش على الظهر في المنام على رعات كبار السن. نكاح الخروف في المنام دليل على أن هناك شخصا يرغب في تفرقة صاحب الحلم عن أمواله. رؤية الخروف في المنام المرأة الحامل دليل على إنجاب طفل ذكر مطيع لها. رؤية قطيع من الخرفان في المنام دليل على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤية. إذا رأى النائم في منامه أنه يذبح خروف فتلك دليل على موت شخص قريب منه والله أعلم. بينما رؤية ذبح الخروف في المنام المسجون دليل على نيل الحرية وزوال الهم. إذا رأى أناس آخرون يقومون بذبح الخروف في المنام فتلك دليل على زيارة بيت الله الحرام. ذبح الكبش في المنام دليل على هزيمة الأعداء وتحقيق الأهداف، كما تدل الرؤية على التوبة والعودة والعودة إلى الله والإقلاع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. رؤية نحر الخروف في منام الخائف دليل على الإطمئنان، وفي المنام المديون دليل على سداد الديون والله أعلم. أكل لحم الخروف الني في المنام دليل على الخوض في الأعراض والتحدث بكلام سيء، كما تدل الرؤية على الغيبة والنميمة من قبل صاحب الحلم والله أعلم. تعتبر الرؤية من الرؤية التحذيرية لصاحب الحلم، حيث يجب عليه التوقف عن التحدث عن الناس. بينما إذا رأى النائم في منامه أنه يأكل من لحم الخروف فتلك دليل على وجود أعداء له في الخفاء. تعتبر رؤية شراء الخروف في المنام تدل عن النجاة بشكل عام، فإذا كان صاحب الحلم مريض دلت تلك الرؤية على الشفاء العاجل إن شاء الله. وإن كان الرأى يعاني من مشكلة ما في الواقع فشراء الخروف دليل على حل تلك المشكلة ومرورها بسلامة. شراء المرأة المتزوجة الخروف في المنام ثم القيام بذبحه دليل على زوال الهموم والمشاكل. شراء الخروف في منام الرجل الصالح دليل على الخروج من مصيبة بستر من الله عز وجل. رؤية المرأة المتزوجة في منامها أنها تشتري خروف دليل على أنها هي من تنفق على أسرتها والله أعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.